شفنا دلوقتي برضو تاني مره شباب مصر ينزل علم اسرائيلي. دي رساله المفروض تكون موجهه لاسرائيل، ان احنا رافضين كشعب وجود اسفار اسرائيليه في ارض مصريه قاهره، يجب ان نطهرها من سفير الخنازير والخنازير. فاحنا بنقول دلوقتي زي ما قلنا برضو قبل كده، مفيش حد هيعرف يعمل حاجه الا باراده الشعب، واحنا بنقول برضو ان السفاره دي لازم تغلق ولازم السفير يطرد ولا وجود لاي علاقه بين اسرائيل ومصر. يعني النهارده كده الجدار والعلم النهارده زي ما شفنا من شويه ان احنا وقعنا الجدار، وده الدليل على ان الشعب المصري يرفض اي شيء يتعمل بدون اذن هذا الشعب. بعد 25 يناير انا بقول للحكومه المصريه وبقول للمجلس العسكري، ما تقدروش تعملوا اي حاجه الا بعد ما تسالوا شباب مصر وتسالوا شعب مصر. ما حدش هيعرف يعمل حاجه الا بعد ما يسالوا شعب مصر. شكرا. طرد السفير، طرد السفير، منع تصدير الغاز لاسرائيل، منع تصدير الغاز لاسرائيل. شعب مصر من تركيا لازم نطرد السفير. شعب مصر اللي شعب مصر اللي خط بالريف ما استعصاش عليه، مش معقوله يستعصى عليه حته جدار زي اللي هم بنوه دوت. فعاوزين نوصل لهم زي ما هدينا الجدار وزي ما نزلنا العلم، نكسنا العلم ورفعنا علم مصر وعلم فلسطين في قلب السفاره الاسرائيليه، اللي هي ان شاء الله مش هتبقى قلب السفاره الاسرائيليه، هتتلغى ان شاء الله من قلب مصر، ويطرد مماثله باردوغان في تركيا زي ما خد موقف. يا ريت المشير ياخد موقف زي اردوغان، احنا مش اقل من تركيا. ورساله ثانيه، بنبلغ العاهل السعودي الامير السعودي ان احنا هنا، الملك السعودي ان احنا هنا في مصر، لو ما اتخذش حق المعتمرين اللي اتبهدلوا في قلب مطار جده، ولو ما اتخذش وجماعه الكويته اللي جايين يترافعوا عن المخلوع يعرفوا ان احنا هنا شعب مصر، شعب مصر احنا اللي نكرر مصيرنا، ولا السعوديه هتكرر لنا مصيرنا، ولا الكويت هتكرر مصيرنا. واحنا وهو عشان خاطر كان عميل، وهو كان بني ادم عميل منكس من رؤوسنا، عشان كده عاوزين ترفعوا من شأنه. لا، شعب مصر هيعدمه باذن الله، واللي هيزعل عليه ان شاء الله يكون مصيره مصر ومن شعبه. الله احنا بنتكلم، احنا بنتكلم، احنا بنتكلم حكام، ما بنتكلمش. والله اكبر.